المطرب الشعبي عنبه بيوزع دولارات بمناسبه الفيلم بتاعه من على عربيه او اتوبيس مكشوف زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الصوره دلوقتي احتفالا بالفيلم. طبعا انا مش جاي اتكلم من الدولارات دي، ناس قاعده تقول دي مزيفه، دي حقيقيه، مش ده الموضوع، انا بتكلم في المبدا. وبالمناسبه كمان شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا سبكي في فيلم ليهم نازل قريبا، ان هم هيبقوا موجودين برضو في الدراما بقى والسينما المصريه. والله العظيم هي ارزاق وربنا يرزق كل الناس، ولكن حتى سلوكك وانت بتفرح او بتنجح ان انت تبقى بتثير الجدل وتقعد ترمي دولارات على الناس في الشارع عشان تعبر عن سعادتك بفيلم، الناس دي مش مسؤولة خالص عن تصرفاتها وبتبوظ الدنيا خالص. فاللي انا عاوز اقوله لازم نفكر بالتركيز في هذا الموضوع.